بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الابتدائية الصف الأول، الفصل الدراسي الثاني، مادة لغتي، موضوع الدرس الوحدة السابعة حيوانات. درسنا تعلمت درسا، إعداد وتقديم الأستاذ فهد عبد الرحمن الميمان. سنتعلم أحبائي هذا اليوم قصة جميلة هي تعلمت درسا. كذلك سنتعلم الفرق بين النسر والصقر، وكذلك سنتعلم الفرق بين الغراب والديك. سنتعلم كذلك أحبائي عدم التقليد والتشبه بالآخرين لمن يفوقنا بالحجم. كذلك سنتعلم أن نعمل الأشياء المناسبة لقدراتنا. نتعلم كذلك جمع المفرد من الأسماء، ونتعلم هذا اليوم الطيور لها جناح وتطير عاليا. لاحظ، هذا نوع من الطيور التي تحلق وتطير عاليا في السماء، لديه القدرة على الطيران لأماكن مرتفعة جدا، ويستخدم جناحيه عبر الهواء، وحجمه كبير. من يعرف اسم هذا الطائر؟ نسر، أحسنتم، هو نسر. علينا أن نفرق بين النسر وبين الطائر الآخر، هو صغير الحجم ولا يستطيع الطيران عاليا جدا، كذلك لا يستطيع اصطياد أشياء كبيرة جدا بخلاف النسر. من يعرف هذا الطائر؟ ما اسم هذا الطائر؟ صقر، أحسنتم، هو صقر. الصقر أصغر حجما من النسر. كذلك أحبائي يوجد طائر أصغر من الصقر، لونه أسود ولا يستطيع الطيران عاليا جدا، وهو الغراب. أحسنتم، غراب، غراب. كذلك أحبائي في قصتنا لهذا اليوم سنأخذ نوع من الطيور، وهو من يعرف؟ الطائر الملون الذي ذيله طويل ولديه عرف في الأعلى طويل، ونسمع دائما يطلق هذا الصوت. من يعرف ما اسمه؟ ديك، أحسنتم، هو ديك، رائع. كذلك يوجد مع هذا الديك الصورة الثانية للطائر، ما هو؟ التي تبيض لنا البيض ونأكل دائما لحمها، هي الدجاجة. أحسنتم، هي الدجاجة، رائع، وهذا هو صوت الدجاجة، ممتاز. إذا نكتب ديك ودجاجة. لاحظ هذه الصور، هذه هي الطيور التي عرفنا أسماءها، وهي النسر والصقر والديك والغراب ثم الدجاجة البيضاء. إذا هي طيور لديها جناح تطير به عاليا. درسنا اليوم أحبائي تعلمت درسا. شاهد الغراب الصغير نسرا ينقض على غزال صغير ويطير به بعيدا. فكر الغراب أن يقلد النسر، حلق عاليا وانقض على دودة صغيرة وطار بها. وفي اليوم التالي رأى ديكا قرب الحظيرة فانقض عليه. حاول الغراب الصغير أن يحمل الديك،
لكنه لم يستطع. صاح الديك فتجمعت الدجاجات. وهجمت على الغراب تنقر جناحيه وقدميه. هرب الغراب وهو يتعلم، لكنه تعلم درسا مفيدا. ما هو الدرس أحبائي؟ أن لا يقلد الكبير لأنه صغير وحجمه صغير، فعليه أن يصطاد دودة أو ما شابه، ولا يصطاد ديكا بحجم كبير لأن النسر حجمه وجسمه كبير وقوته تؤهله لأن يصطاد غزالا. إذا اليوم تعلمنا درسا مع هذا الغراب الذي فكر أن يكون أو أن يقلد وأن يتشبه بالكبير. فعلينا ألا نتشبه بالآخرين، أن نكون كما نحن بأجسامنا وقوتنا، وأن نفعل ما هو بمقدورنا. ماذا شاهد الغراب؟ شاهد نسرا ينقض على غزال. لماذا انقض النسر على الغزال؟ النسر يأكل الغزالة. أيهما أكبر حجما، النسر أم الغراب؟ النسر، أحسنتم، النسر أكبر من الغراب. لماذا انقض الغراب على الديك؟ لاحظوا هنا في الصورة، انقض الغراب على الديك لأنه أراد صيد حيوان كبير الحجم، أراد أن يقلد النسر. أيهما أكبر حجما، الغراب أم الديك؟ لاحظ هذه الصورة، الغراب، أحسنتم، أصغر حجما من الديك. إذا الغراب أصغر حجما من الديك، فلا يستطيع الغراب رفع الديك من الأرض. ما لون الغراب؟ ما لون الغراب؟ أحسنتم، الغراب لونه أسود. الغراب لونه أسود. أكمل الجملة بالكلمة المناسبة. فراغ، النسر على الغزال. نختار كلمة من الكلمات التالية: ينقض، يطير، يأكل. ينقض، أحسنتم، ينقض النسر على الغزال. رائع. إذن نكتب كلمة ينقض هنا، نكمل الجملة كذلك بالكلمة المناسبة. فراغ، الغراب عاليا. هل نختار كلمة ضحك أم نام أم حلق؟ حلق، رائع، حلق الغراب عاليا، نكتبها حلق الغراب عاليا، ممتاز. لاحظ الديك بعد أن هرب الغراب أنه فقد عرفه الجميل وألوان ذيله، كيف يمكن مساعدته ليستعيدها؟ علينا أن نرسم أحبائي هنا العرف فوق الرأس لونه أحمر، و
وأن نلون ذيل الديك. نلون ذيل الديك ونرسم العرف. لنبدأ أحبائي. رائع، هنا رسمنا العرف فوق رأس الديك ولوننا الذيل. عندما صاح الديك هجمت الدجاجات على الغراب، إلا دجاجة واحدة بقيت تراقب من بعيد. برأيك لماذا بقيت تلك الدجاجة تراقب؟ نفكر. حتى لا يهجم عليهم النسر. لاحظ هذه الصور، نتدرب. نسور، شاهد عدد هنا ثلاثة، من الثلاثة وأعلى يكون الجمع، عندما يكون اثنان نسميه مثنى نسور، عندما يكون واحدا ماذا نقول؟ نسر. أحسنتم، نسر. عندما يكون واحدا نقول نسر. أسود، مجموعة أسود من ثلاثة وأعلى نقول جمع أسود، عندما يكون واحد نقول أسد. ممتاز، أسد. نلاحظ هذه الصورة، غزال واحد مفرد، عندما يكون ثلاثة وأكثر يكون جمع. غزلان، رائع، غزلان. نرتب الكلمات التالية ونقرأ هذه الجملة. لدينا صورة حيوان ماكر، ما اسمه؟ ثعلب. أحسنتم، نريد أن نرتب هذه الكلمات. الثعلب ماكر حيوان. ماذا نقول؟ نكتب هذه الجملة والكلمة مرتبة لتكون جملة مفيدة. الثعلب حيوان ماكر. إذا تعلمنا أحبائي هذا اليوم قصة جميلة، تعلمت درسا، كذلك الفرق بين النسر والصقر، وكذلك الفرق بين الغراب والديك، وكذلك عدم التقليد والتشبه بالآخرين لمن يفوقنا بالحجم. كذلك نعمل الأشياء المناسبة لقدراتنا، وتعلمنا كذلك جمع المفرد من الأسماء. كذلك الطيور لها جناح وتطير عالياً.